سلام حبيباتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بفيديو جديد وموضوع جديد، والفيديو تاع اليوم راح يكون عبارة على البلوزة الوهراني. دي موديل حطيتهم لكم في هاد الفيديو، جبت لكم موديلات متنوعة ومختلفة. كاين اللي مخدوم على القماش ولا تول، وكاين اللي مخدوم على البروكار، كاين اللي مخدوم على المنسوج التلمساني. تما كل موديل وكيفاش الخدمة تاعو. وحبيت في نفس الوقت نهضر لكم على البلوزة الوهراني اللي هي لباس تقليدي جزائري خاص منطقة الغرب، ولاو العرايس بزاف يديروهم في التصديرة، يديروا البلوزة الوهراني في التصديرة تاعهم. حبيت اليوم نهضروا على لاكاب اللي هي صدر تاع الوهراني. كاين اللي يتخدم باللصقة، وكاين اللي يتخدم بالبرا والخيط. راح نهضروا شوية على الفرق بيناتهم من ناحية الخدمة، من ناحية السلعة، ومن ناحية سعر البيع كيفاش يختلفوا. إذا كنتم مهتمين بهذا الفيديو تبعوها معايا للأخير. أول موديل راح نبدأ نهضر عليه هو صدر اللي يجي باللصقة، اللصقة اللي تلصق لي بيير وتسمى الخاصة بالخياطة. لصقة تلصق لكم مليح البنات، ما تخافوش من الصدر اللي يجي ماشي مخدوم بالبرا والخيط لانه ما يطيروش. لصقة راهي تلصقهم مليح. كيفاش نخدموه؟ تلقاو رشامي فارغين يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الخياطه، تلقاو الرشمه فارغه، والرشمات فيهم بزاف لي موتيف. كاينه الخفيفه، كاينه اللي تجي شارجي، كاينه كل باطو، كاينه اللي مدوره، كاين بزاف فيهم لي موديل. انتيا وعلى حساب الموديل اللي حبيتي، وتاني حاجة على حساب الكتاف تاع لاكليونت ولا تاع اللي راح تدير هاد البلوزة الوهراني، لانه تقدري بزاف لي يشريو كل باطو وكتافهم صغار ويجيوهم طايحين. تما هنايا الرشمة اللي راح تخيريها لازم تعرفي مليح كيفاش تخيريها وتكوني ذكية في هاد لو بوين. تاني حاجة اللصقة كي تشريوها لازم تكون لصقة ماركة مليحة، وعلى بالكم باللي سيتوها من قبل ولا شكروا لكم فيها اللي تكون تلصق مليح مليح. السلعة دركا، السلعة ماشي كلش يتحط في لاكاب اللي يجي ولا في الصدر اللي يجي باللصقة، لانه كاين حوايج يلصقوا باللصقة وكاين حوايج ما يلصقوش، كيما العقاش كيما ما يلصقش باللصقة. هذاك لازمو البرا والخيط، يعني يدخلوا فيه لي بيغ، يدخلوا فيها لي زيستراس، يدخلوا فيها لي بغوش بصح. العقاش السمسم هادو راه ما يلصقوش باللصقة مليح، راه يقدروا يلصقوا في هذيك الدقيقة بصح من بعد يطيروا. وهذه عن تجربة، اذا حبيتوا العكاب اللي تجي بالعقاش راهي تجي بالبرا والخيط احسن. دركا نرجعوا لو بري، لو بري تاعها راح يكون قل من تاع من لاكاب تاع البرا والخيط، لانها ما تحتاجش مجهود بزاف. هذه اول حاجه، يعني ساعتين ثلاث سوايع ماكسيموم تكوني خدمتي لاكاب تاعك وفينيتيها. ثاني حاجه السلعه تاعها ما تديش كيما تاع الصدر اللي يجي بالبرا والخيط اللي درك نزيدو نهضروا عليه. اذا حبيتوا البنات ندير لكم فيديو على لاكاب اللي تلصق باللصقه ونزيد نشرح لكم اكثر، قولوا لي في لي كومونتير نخدم لكم موديل. وراو كاين فيديو صورت فيه شويه اون كاب خدمتها، دوك نخليه لكم تاني في صندوق الوصف. بالنسبه للو بري تاع لاكاب اللي تجي فارغه ولا الرشمه اللي تجي فارغه، الصدر اللي يجي فارغ اللي يتباع عند لوازم الخياطه، يدير من 45 ل 50، كاين حتى اللي يوصل 65 و 80 الف على حساب كيما قلت لكم لا شارج تاعهم وعلى حساب لا فورم تاعهم. نفوتوا البنات للنوع الثاني تاع الصدر اللي هو اللي يجي بالخيط والابره. واش نحتاجو فيه؟ نحتاجو فيه للرشمه اللي كنت من قبل درت لكم فيديو خاص برشامي، نخليه لكم في صندوق الوصف البنات اللي حبوا يشوفوه. نخرجوا الرشمه كما قلت لكم من قبل في السيبر ومن عند السيبر، ولا تخرجوا الرشمه وتجيبوا ترشموها على لا طوال طاير. لا طوال طاير البنات هي اللي نخدموا بها الصدر الوهراني بالبرا والخيط. ترشمي الرشمه تاعك على لا طوال طاير وتبداي تخدمي. بالنسبه للسلعه كاين فيها اللارج شوي، يعني تخدمي كيما حبيتي نتيا، لي بيغ لي زيستراس العقاش واش حبيتي تخدمي في الصدر تاعك تقدري تخدمي. ليسونسييل تكون حاجه متناسقه وحاجه اللي تجيك باهيه. دركا بالنسبه لسعر البيع اللي يهم بزاف البنات اللي يحبوا يديروا هاد السطوره تاع الوهراني كوم بروجي، كل وحده ولو بري تاعها. بالنسبه اول حاجه بالنسبه للبري تاع الصدر اللي يجي غير باللصقه راح يكون
قل من صدر اللي يجي بالبراو الخيط. علاه؟ على خاطر تاع اللصقه راح يكون ساهل اكثر، يعني في ساعتين ثلاث سوايع كما قلت لكم تقدري يكون عندك واجد ومفيني. بصح تاع البراو الخيط يديلك الوقت، كل وحده وكيفاش، كاين اللي تحكم فيه نهار، كاين اللي تحكم فيه يومين، كاين اللي تحكم فيه سمانه، كل وحده وكيفاه. تحسبي السلعه تاعك بقداه سقامت وتزيدي حق يدك وحق اليد كل وحده كيفاش تقيمه. انا ما نقول لكمش ان بري فيكس تقدروا ديروه، كاين اللي تحسب قد السلعه قد حق يدها، كاين اللي تحسب قل، كل وحده وكيفاش. اذا حبيتوا تعتمدوا هذا المشروع هذا كوم بروجي تخدموا فيه، ننصحكم تخدموا تاع اللصقه احسن، انهم تاني يجيو باهيين وحاجه بريزونطابل وباهيه بزاف، وفي نفس الوقت تقدري تبدلي فيه كما حبيتي انتيا، الرشامي فيه متنوعين. باغ كونطخ تاع البرا والخيط راح يديلك بزاف الوقت، واذا كنتي ما تتقنيش البرا والخيط وما تتقنيش البيرلاج مليح يقدر ما يجيكش باهي، تسمى تخدمي فيه بزاف ومن بعد ما تديش الربح. انا ننصحك اذا حبيتي تخدمي تاع البرا والخيط تخدمي مع خياطه وتكون خدمتك متقونه ومتحوفه 100%. كانت هذه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تعجبكم، واذا عجبتكم خليو لي رايكم في لي كومونتير، وخليو لي الافكار اللي حابين تزيدوا تشوفوها معايا في القناه. ونخليكم هنايا ونقولكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.